نتواصل معكم مشاهدينا من محطة إلى أخرى، من متابعة إلى أخرى، نتابع معكم مستجدات الساحة الوطنية من برامج وفعاليات مختلفة. أيضا يوم الاثنين المقبل ينطلق منتدى الابتكار التقني في التعليم في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019. تنظم هذا الحدث السلطنة من خلال وزارة التعليم العالي ومؤسسة العقول العربية، متحدثين من خارج وداخل السلطنة ومشاركة محلية ودولية وإقليمية واسعة. إن شاء الله نقترب من هذا الحدث برفقة الأستاذ أحمد بن خميس القطيطي، وهو مدير مساعد لدائرة التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي. مساء الخير أستاذ أحمد، وحياكم الله في برنامج من عمان. مرحبا بكم، شكرا على التغطية إن شاء الله تعالى. الله يخليك. يعني نبدأ نعرف المشاهد الكريم بهذا الحدث أو هذا المنتدى. منتدى الابتكار التقني في التعليم ومنتدى إقليمي يعنى بآلية أو بعملية توظيف الابتكار كل دقة معلومات في عملية تعليمية. سيكون خلال فترة 15 إلى 17 سبتمبر 2019 في فندق الموج كمبينسكي، وسيكون حفلته إن شاء الله يوم الاثنين برعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة. ممتاز. يعني مثل ما ذكرت في حديثي أن هذا الحدث هو حدث إقليمي وتستضيفه السلطنة في هذه النسخة تحديدا، نتحدث عن أبرز المشاركين في هذا المنتدى. ما يتعلق أبرز المشاركين، إن شاء الله سيكون لحد الآن حسب حصول وفمانا 15 وزير من خارج السلطنة. ممتاز. طبعا أيضا موجودين بعض من أصحاب القرار، صناع السياسات، رؤساء التنفيذي بعض الشركات الإقليمية كذلك. لحد الآن ما ملكنا إحصائيات إن شاء الله يكون 400 مشارك من خارج السلطنة. ممتاز. مقسمين بمعدل 150 مثلونة مؤسسات التعليم العالي في منطقة، زائد 250 مشارك مثلون المؤسسات الخاصة أو الشركات المعنية بقطاع التعليم. أتحدث هنا عن شركات عالمية في قطاع التعليم. جميل. على غرار مثلا مايكروسوفت، جوجل، أسي مثال كامبريدج، جامعة كامبريدج أيضا راح تشارك، أكدت حضورها أسباير، ديسكفري، عدد من الشركات والمؤسسات العلمية الإقليمية التي لها حضور عالمي في هذا المجال. نعم، يعني ذكرت في حديثك أن صناع السياسات، صناع القرار، أصحاب السمو والمعالي المتعلقين أيضا بالتعليم العالي أو التعليم أو التربية والتعليم بشكل عام راح يكونوا موجودين. أنا أعتقد لتحقيق هدف من أهداف أو غاية من غايات هذا المنتدى. نخرج على هذه الأهداف. هو أهم الأهداف التسعية للسلطنة مصدر هذا المنتدى ما بشكل الآن، يعني العمل العامل حاليا هو ارتباط هذا المنتدى لتحقيق بعض أهداف رؤية 2040. الكل اطلع على الرؤية من ضمنها تعلق بقطاع خلينا نقول تقنية المعلومات. فبالتالي قضية استضافة المنتدى تمكنها بناء القدرات والإمكانيات، لن تأتي هذا إلا من خلال استضافة بعض الخبرات والشركات العالمية. من ضمن هذا سلفت الشركات العالمية أيضا سيساعد المنتدى من خلال الحوار والتحاور بين صناع السياسات، من خلال تبادل الخبرات كذلك، من خلال التحاور بين أصحاب القرار ومستوى وزارة التعليم العالي أيضا. الشراكة الحقيقية ما بين المؤسسات التعليمية والعلمية مع نظيرتها في عمان وكذلك في خارج عمان. جميل. يعني حوار، تناقش مثل ما ذكرت، أو مناقشة، تبادل خبرات من خلال فعاليات مختلفة. أي نعم. هو نقرب المشاهد أستاذ أحمد من ماهية هذه الفعاليات. طيب، الفعاليات هي راح يشمل المنتدى على 3 أيام. اليوم الأول بيكون عبارة عن تقديم أوراق عمل علمية في مختلف المحاور. أتحدث هنا عن موضوع الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم مثلا. أتحدث هنا عن الذكاء الصناعي، عن الثروة الصناعية الرابعة، المهارات، عن التعليم التفاعلي كذلك، عن الشمولية متعلق بإندماج بعض من ذوي الطلبة بالاحتياجات الخاصة كذلك. راح يكون في أول يوم كمحاور عمل. في اليوم الثاني المنتدى سيكون عبارة عن جزئين. الجزء الأول بيكون عبارة عن جلسات نقاشية حوارية، ترأسها بعض كثير من هالحلقات العمل راح يكون العديد من أصحاب مع الوزراء في قطاع التعليم. جميل. في قطاع التعليم العالي، في قطاع التدريب المهني كذلك، في قطاع التقنية والمعلومات كذلك، ففي العديد من المحاور متعلقة. أيضا بعد في نهاية المنتدى أو في نهاية اليوم، نتكلم عن اليوم الثاني والثالث، سيكون عبارة عن لقاء مباشر ما بين الشركات والقطاع الخاص، أقصد بالمؤسسات المعنية بقطاع التعليم العالي أو التعليم مع نظراء الحكومية، من الهدف من عرض التجارب الناجحة أو عرض أبرز الابتكارات، أبرز الممارسات للتباحث ما بينها مباشرة، لإيجاد أو لعرض أبرز عن التجارب الناجحة أو أبرز
البرامج التي قد تساعد على تنمية أو تنمية قطاع القطاع والاتصال في المنطقة بشكل عام. ممتاز. طيب السلطنة تستضيف هذه النسخة تحديدا، يعني نحن ننوه المشاهد الكريم بأنه هذا المنتدى ينتقل من دولة إلى أخرى. بالضبط. طيب استضافة السلطنة لهذا الحدث، إيش يميز هذا الحدث هنا؟ وبداية المنتدى سبق تنظيمه في سبق في مصر في القاهرة في جمهورية مصر العربية في القاهرة أيضا وأيضا في الرباط، ولكن ما يميز السلطنة من خلال تم التركيز بشكل كبير من توجيهات معالي الدكتور وزيرة التنمية العالمية وكذلك سعادة وكيل الوزارة أن يعطى للشباب فرصة أكبر فرصة ممكن المنتدى. لذلك سيكون مستويات ثلاث مستويات. بداية سيكون لسه وزارة التعليم العالي أو كمشاركين على مستوى بداية ستخصص حلقة نقاشية حوارية فقط للشباب. سيكون مشاركين إن شاء الله من السلطنة 5 مشاركين، ومن خاصة السلطنة أتكلم هنا عن 5 كذلك، سيكون هذلك من لبنان، من اليمن، من الإمارات، ومن دولة قطر كذلك، بعض مشاركين الشباب من المنتدى. هذا ما متعلق بأبرز ابتكارات أو أبرز المتحدثين في المنتدى. عندنا مستوى آخر سيشارك شراء تعالى حوالي 120 طالب من طلبة التعليم العالي في عمان. الفكرة هنا في اليوم الأخير سيكون فرصة لهم لطرح أسئلة مباشرة. لأن في الأخير التكنين الشباب قد يقدم بعض النجاحات يعني بعض التحديات. صحيح. بالتالي فرصة كبيرة للشباب عن الأقصد عن طلبة الجامعات كليات مقبلين على قطاع ريادة الأعمال والابتكار أن يكون لهم فرصة للسؤال. صحيح. يتواصلون مباشرة. مباشرة وسيخصص لهم يعني مساحة كافية إن شاء الله تعالى. أتحدث عن حوالي 120 مشارك. نعم من الشباب. طالب بالضبط من مؤسسة التعليم العالي. أيضا سيكون عندنا مستوى آخر ثالث. ما يتعلق بالمشاركات المبتكرين الشباب التجارب الناجحة. استلمنا كثير من الطلبات. تم يعني اختيارها بعناية بعد تنسيق مع مؤسسات. بعض المؤسسات وبعض المشاركين اللي ما تمكنوا من الحصول على فرصة لعرض تجاربهم سيكون هناك معرض مصاحب. سيتم افتتاحه إن شاء الله تعالى في يوم 15 سبتمبر 2013. سيكون معرض مصاحب لعرض أبرز ابتكارات. سيكون إن شاء الله 4 أركان، الركن الأول وزارة التعليم العالي، والركن الثاني وزارة التربية والتعليم، الركن الثالث لهيئة تقنية المعلومات، وأيضا لوزارة القوى العاملة سيكون لها ركن رابع في المنتدى. يعني يستطيع أنه المشارك الذي لم يحظى بفرصة عرض أن يستعرض مشاركته أو ابتكاره من خلال هذا المعرض. أحييكم على هذه الفكرة. طيب من جانب آخر أنا أريد أقرب المشاهد أكثر من موضوعات اللي راح تطرح إن شاء الله في هذه الجلسات. تعقيبا على موضوع بداية مشارك الشباب، في فرصة أخرى أعطيها للشباب المشاركين هو سيتم تخصيص مساحات نقاشية، وسيتم تخصيص اجتماعات جدول مسبقا للشباب المبتكرين مع الشركات العالمية. الفرصة هنا من باب الاستفادة أو إقامة بعض العلاقات وبعض التعاون ما بين يعني التجارب خلينا نقول الناشئة من ريادة الأعمال وهذه الشركات والشركات العالمية طبعا. نعم. في القضية استفادة الخبرات، لأن لابد نهيئ البيئة أكبر قدر ممكن الشباب. صحيح. لأن المشوار طويل، بالتالي أفضل حال هو الاحتكاك بالذوي الخبرة من قبل. ممتاز ممتاز. نذهب إلى السؤال الآخر اللي يتعلق مثل ما ذكرت بجانب موضوعات المنتدى بشكل عام. موضوعات المنتدى بشكل عام تحدث بشكل عام هي عن آلية استخدام أو توظيف التقنيات الحديثة مجال تقنية المعلومات والاتصال في قطاع التعليم. أو أيضا بعد تركيز الموضوع هو استخدام التقنية الحديثة في مجال التعليم بحيث نخلق يعني الآن يعني قطاع التعليم قطاع ديناميك متطور جدا. صحيح. من الصعب التنبؤ به. فعملية التميز عملية البحث عملية الاستثمار في قطاع الاي سي تي بشكل عام وقطاع تقنية الاتصال سيساهم بشكل كبير جدا في أن نحن نخلق طلبة يعني من خلال البحث الذاتي. وهذا سيخلص شيء كثير على الطلبة نفسها خلال البحث. أنه يتعلم ذاتيا من خلال وسائل الإنترنت المفتوحة. هذا أمر الأمر. كما تعتقد أنه هناك تحديات أستاذ أحمد فيما يتعلق بالابتكار والتعليم اليوم، هل البنى الأساسية الموجودة معانا مؤهلة أيضا لاستقطاب هذا النوع من التعليم؟ هو ما في شك هذا قد تكون تحديات، لكن رح تناقش بكل تأكيد بناقش هذه المحاور أكيد. لكن لابد حنا اليوم في منتدى مثل هذا هو منتدى حواري، منتدى نقاشي سيتم مناقشتها. أكيد في بعض الدول لها تجارب ناجحة ورائدة. أكيد بعض الشركات قد تكون عالمية عندها بعض يعني بعض المبتكرات الحديثة وليس يتم عرضها. الأخير هذا يعني للتعليم بشكل عام والسوق عليه مفتوح. صحيح. والكبح بيتفرج أو يعني يتفرد ببعض المنتجات، يتفرد ببعض التطبيقات قد تكون تسهم، وبالتالي هي فرصة يعني للجميع سواء كان طلبة
كصناع سياسات، صناع قرار، أصحاب قرار. صحيح. التحافنا. فرصة للجميع. يعني إيش تحت هذا السقف الواحد؟ ذكرت أيضا من حديثك إنه رح يتم استعراض تجارب عمانية ناجحة في هذا الجانب شبابية. نعم. هل في تجربة حاضرة أريد أشاركها الجمهور؟ والله في شركة الآن شركة أول. حتى نقرب الصورة لما نقول ابتكار وتقني للمشاهد. ما يتعلق بالبداية آلية اختيار هذه الشركة تم التنسيق مع من خلال عدد مؤسسات المعنية بقطاع ريادة الأعمال. أتحدث هنا عن هيئة تقنية المعلومات مثلا في مركز ساس، أتحدث عن مؤسسات ريادة عندهم حاضنة أعمال، نعم. المركز الوطني للأعمال، أيضا مجمع الابتكار التقني. كل هذه الجهات تم الالتقاء بها وزيارتها ميدانية ميدان. ممتاز. وتم الالتقاء بعديد من رواد الأعمال وكثير من الديار الناجحة. أتحدث هنا إن شاء الله بيكون معنا 5 مبتكرين ليحضرني حاليا برنامج إي واثق أو معنا بتعلق تطبيق تعلق بتايترون، أيضا بعد إي مشرف برنامج تعلق بالسلامة للطلاب في الحافلة المدرسية، أيضا في عرض تطبيقات إلكتروني كذلك. تقريبا تحضرنا كل أسماء حاليا، لكن هل أذكرهم حاليا سيتم عرضهم أو مشاركتهم خلال المنتدى. جميل. يعني هذا المنتدى هو نتاج عمل دؤوب، لجان مختلفة، أيضا جهود مختلفة تقدمها وزارة التعليم العالي من خلال هذا الحدث بالتعاون مع مؤسسة العقول العربية كما ذكرت بداية الحلقة. نتحدث عن هذا التنسيق المسبق. التنسيق مسبق للمعلومة، التحضير للمنتدى بدأ مبكرا جدا. تحدثنا ما يقارب من سنة تقريبا. سنة تقريبا من أول فكرة عرضنا عرض مرئي في وزارة التعليم العالي. تم اشتراك ما يقارب 20 جهة حكومية من ضمن التعليم العالي، من ضمنها عفوا المؤسسات الحكومية وزارة القطاع الخاص. الفكرة دراسة المنتدى من حيث الفكرة، هل في استفادة فعلية للسلطنة أم لا؟ ومن خلال يعني التغذية الراجعة خلال العرض المرئي الكل رحب بالفكرة. بناء عليه تم عمل تشكيل لجنة توجيهية لترأسها وزارة التعليم العالي تحديدا سعادة الدكتور عبد الله محمد الصرمي، وعضوية كل من وزارة الخارجية، وزارة القوى العاملة، وزارة التربية والتعليم، مجلس البحث العلمي، هيئة تقنية المعلومات. الفكرة تكمن هنا في تعظيم الفائدة وأن يكون الكل مشترك في هذا المنتدى. الأهم من هذا كله التنسيق مع الجهات الخارجية. هو الفكرة احنا حابين نعظم فائدة أكبر قدر ممكن، مش فقط القطاع الحكومي مثلا، ايضا بعد في القطاع الخاص. الشراكة. استثمرنا اقامه معرض كوماكس، اقمنا فريق عمل، زرنا المعرض، مرينا على كل الشركات المشاركه. للفكره ايش؟ لان منتدى عالمي هذا الحجم، شركات عالميه، لما يكون في عائد للشركات المحليه في عمان صحيح يكون كانه في عمان قللنا من فائده المنتدى. فمن خلال الزيارة الميدانية عندنا للزيارة كانت فريق عمل للمعرض أقمنا من خلالها دعوناهم بورشة تعريف المدير تاريخ 23 مارس في وزارة التعليم العالي الماضي. أي نعم. فأقمنا ورشة تعريفية على المنتدى، أهداف متوقعة، حل الفرص المتاحة للشركات هذه، وبالتالي كان شراكة فعلية مع جهات حكومية وجهات القطاع الخاص. كيف كان الإقبال من الشركة؟ جيد الحمد لله، الحضور كان جيد الكل كان، وأيضا الأهم هذا كله كان طبيعة الأسئلة كانت دقيقة موجهة لنا بالأخير. جميل. الانتقاء مهم أيضا في هكذا منتديات إقليمية ودولية. ما يتعلق بالجهات الحكومية تم زيارتها ميدانيا. نتحدث هنا مثلا مؤسسة التعليم العالي تم الالتقاء بها في جامعة قابوس، كوريا الشرق الأوسط، الجمعية الألمانية كذلك. هذه الجهات تم زيارتها عن باب التعريف بمثل أكبر قدر ممكن، أيضا بعد مؤسسات مثل هيئة تقنية معلومات مركز ساس أو الحاضنات بمعنى في عمان تقريبا أغلبهم زرناها. أيضا بعد بعض الجهات التي قد تكون لها علاقة بالمنتدى مثلا أو بمحاور المنتدى بمعنى آخر. نعم. أتحدث هنا مثلا على وحدة التفكير مثلا في دواء السلطاني اللي عندهم برامج مشابهة، أيضا كان تسويق يعني جدا كبير وممتاز مع الشركات مثل عمان تل وهم أحد الرعاة بالمناسبة ودعم جدا سخي. أتحدث هنا عن شركة نفط عمان، أيضا حضورهم جاد جدا كبير وأفادونا في أشياء كثيرة. أقصد نفط عمان زائد عمان تل مسألة اختيار للمبتكرين الشباب، لأن العدد كان لما عملنا إعلان لطلب يعني بعض الأسماء كان العدد كبير جدا. نعم. فاستعانينا بعض هذه الجهات مثلا ريادة،
كيف تقعد انتقاء الافضل من هذه المشاريع لنكون نكون حيادين اكبر قدر ممكن واختلاف تجارب وبالتالي هذه الشركه وهذا ما اسد بحكم خبرتها تعطيك افضل معايير افضل خيارات. صحيح. ممتاز. نبارك لكم هذا ايضا الحرص على ان تكون المشاريع الموجوده هي مشاريع شبابيه رائده في مجالات مختلفه. انا اختم هذا الحديث بسؤال عن النتائج مؤمل ان تخرجون بها بعد يومين او ثلاث ايام من هذا المنتدى. المنتدى هو يعني كوزاره التعليم العالي نعول الشيء الكثير بنخرج بمحاور وبعض ايجابيات تتعلق بقطاع الشباب لان الفكره الرئيسيه من صدر المنتدى هو ما يتعلق برياده الاعمال. الحضور عدد كبير 120 طالب تحدث ثمان سنطنه زائد مع مبتكرين زائد يعني مع يعني بعض يعني الشباب يكون في المراكز يعني في المعرض المصاحب للمنتدى. ما بيشك سيكون يعني له طابع بدايه على بعض اقصد الشباب اللي هم قادمين على فتح مشاريع. ايضا ما في شك يعني اتحدث هنا يعني عن مشاركين من داخل سلطنة 120 تقريبا 20 ممثل من الجهات اقصد المعنيه بالقطاع التعليم والابتكار. ما في شك ان بيكون في اثر كبير من خلال استفاده صحيح تحاور قصد عمليه نقاشي كذلك اوراق العمل فبإذن الله تعالى راح تكون في كل التوفيق لكم. بارك الله مسعاكم. شكرا على وجودك اليوم لتقريبنا أيضا لهذا المنتدى أستاذ أحمد بن خميس القطيطي وهو مدير مساعد لإدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي. شكرا جزيلا. العفو. جزاكم الله.